يعني احنا عندنا مشكلة مدرسة ضربت عيل في الفصل جلدته بالجلدة ولا ضربته بجلدة وحاجات زي كده. طيب دي بقى عايزة زيارة من رئيس الوزراء؟ لا. عايزة وزارة زيارة من وزير التربية والتعليم؟ لا يا سيدي، مش عايزين منك نتعبك ولا حاجة. تبعت راجل أمين يحقق تحقيق دقيق، يجي لسيادتك بمعلومات دقيقة، سيادتك تتخذ القرار المناسب بس. يعني مش المسألة مش أكتر من كده. يعني على كل حال معانا مين بقى؟ والدة الطفل الأستاذة هند عبد العال، والدة الطفل. قولي ولد اسمه حسني طبعا. أستاذة هند. أيوة مع حضرتك. أهلا وسهلا. حصل إيه يا أستاذة هند؟ حصل إيه؟ هو النصف طلعت بره الفصل ورجعت، كان الفصل يعني مش عارف عامل دوشة. فوقفت الواد وكان واد جنبيه واثنين وراه. فضربت كل عيل فيهم أربع جلد. كويس. وهو من دول الفصل كله راحت ضربة 18 جلد على إيده على إيديه لحد ما وصلت الأول ظهره. كويس. هل وديتيه لطبيب شافه ولا دكتور ولا مستشفى ولا؟ ايوه ايوه انا عملت له تقرير طبي في المستشفى. وعامله له وهم مصورين وعامله له تقرير طبي. ظهره فيه اصابات زرقاء متباينه اهي. طيب يا مدام، دي اول مره تحصل؟ هو الضرب بالمنظر ده اول مره، لكن هي بتضرب يعني الضرب العادي جلد اتنين عادي، فاحنا مش بنتكلم، احنا اعترضنا على الضرب بالمنظر البشع ده. لا انا بسال حضرتك، اول مره يتضرب بالمنظر ده وتتضرب قبل كده؟ نوع الضرب اللي قبل كده كان ضرب مقبول يعني ولا ايه؟ جلد اتنين على ايده، على كفه ايده بالجلده برضو. يعني هي عندها الجلده دي اساسيه؟ ايوه الفصل كله. ايوه عامه. طب دي مدرسه بتدرس ايه؟ بتدرس لغه عربيه ودين وخط. لغه عربيه ودين وخط. طيب انتوا اشتكيتوا للناظر؟ ايوه المدير المدرسه. عمل ايه الناظر؟ انا اشتكيت ومشيت، ما اعرفش، الله اعلم هو ايه اللي انا هتصرف. امال ايه حكايه ان الست الابله قالت لك، انه المدرسه يعني قالت لك انه روح اشتكي زي ما انت عايزه وروح اعمل اللي انت عايزاه، احنا هنضرب وهنعمل وبتاع، صحيح الكلام ده؟ ما هو معترضين ان احنا نشتكي على ان هم ان لما حد يتضرب. لان هم ايه؟ لما احنا لما حد يتضرب في المدرسه من التلاميذ معترضين ان حد يشتكي، المفروض ان يعني في النيزي تعاقب. طيب المدرسه دي في حي ايه يا مدام؟ في اسيوط. في اسيوط؟ في اسيوط نفسها؟ اسيوط نفسها. طيب يا استاذه هند انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب انت هي قفلت هند؟ يا هند انت ممنوعه من دخول المدرسه؟ ايوه الطالب ممنوع من دخول المدرسه. ليه؟ لا المدير ما رضيش يدخل المدرسه وكان عنده امتحان ومنع من امتحان النهارده. مين اللي منعه؟ المدير والابله. ليه؟ عشان ايه؟ لا ممنوع. ايوه ليه؟ يعني هو فصل من المدرسه يعني ولا ايه؟ فصل سبعة ايام. فصلوا سبعة ايام. هو في سنه كام الولد حسني؟ في خمسه ابتدائي. في خمسه ابتدائي. وهو دلوقتي عنده امتحانات في الاسبوع ده؟ امتحانات نص الفترة. ها؟ امتحانات نص الفترة، الامتحان ده بيكمل امتحان نص السنة. امتحان نص السنة دلوقتي يا مدام هند؟ لا نص الفترة. نص الترم بتاع نص السنة. نص الفترة. نص الفترة الامتحان ده بيتضاف لامتحان نص السنة. كويس، يعني هو دلوقتي فقد نص النمر بتاع نص السنة. ايوه فقد مادة الدراسات المفروض النهاردة. طب ووالده ليه راح ما كلمش الناظر؟ ما والده مسافر. والده مسافر. ايوه. انت عندك ولاد تانيين في التعليم؟ ايوه معايا في ثالثة اعدادي. مين؟ في ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي بيتضرب برضه؟ لا ما بيتضربش. لا لا يعني دي أول مرة تقابلك الحكاية دي وأنت بتربي الأولاد؟ ايوه. وأنت بتضربيهم في البيت؟ لا طبعا. ولا أبوهم بيضربهم؟ لا لا.
ولا عندكم في الحته مثلا في الحي اللي انت ساكن فيه ناس يعني بيضربوا اطفالهم وكده؟ يعني الضرب ده حاجه عندكم موجوده ولا ايه؟ لا لا، هو مش حاجه موجوده في الضرب. وبعدين انا مش معترضه، هي اللي ضربت ويانا جلد او اثنين مش هعترض، ربما يكون عمل غلط في الفصل، لكن تضرب 18 جلده لحد ما اتعلم في ظهره. طيب يا استاذه هند انا بشكرك شكرا جزيلا. استاذه هند عبد العال ام حسني، هو اتضرب 3-4 جلدات على ايده وهي موافقه. في ناس تقول لك العيال ما جيش غير بالضرب، في ناس تقول كده. انا طبعا ما احبش الحكايه دي، بس يعني في ناس تقول كده. بس يعني احنا بنقول المعلمه الابله الفاضله العزيزه الغاليه ممكن تكون خرجت على الطاقه، الواد عصبها، الواد ضايقها، الواد مش عارف ايه. بس في اصول، يعني في اصول، ان المفروض ان اللي يشتغل العمل العام يعني الذي يتصدر للعمل العام، يعني ما اقدرش اخش مثلا بنك ولا اخش مصلحه ولا بتاع، يا راجل متعصب عليا، الله بتشتغل عليه يا اخي، ما تمشي. هنعمل بقى زي محافظ الاسماعيليه، ما تمشي يا اخي. يعني انا بتصور انه اي حد متضايق من شغلته يا اما يعالج نفسه، يعني يروح لدكتور نفساني يعالجه عشان يتظبط وياخد حبوب مهدئه. احنا بناخد، انا باخد حبوب مهدئه، وياخد حبوب مهدئه يوم يتظبط يبقى كويس ينزل يشتغل. انما هتعمل لي بقى فيها متعصب؟ انا ما بعرفش الحكايه دي الحقيقه. عندكم ده في بيتكم يا عمنا، روح ببيتكم تعصب زي ما انت عايز، اهلك يستحملوك، انما عملك لا، خاصه حين يكون هذا العمل مرتبط بناس اخرين ومرتبط بتربيه اسمها التربيه. ما كنا سميناها التعليم والتربية، لا هي اسمها التربية والتعليم. أنا لما بضرب الولد ضربتين ده غلط، ده مرفوض. إنما تصور أنا جلدته على ظهره بالجلدة اللي ماسكاها دي، في مدرسة تمسك جلدة؟ إحنا نعرف طول الوقت إن المدرسة بتمسك تباشيرة، والتباشيرة دي زي قلم الصحفي، حاجة عظيمة جدا. يعني مسك التباشيره دي حاجه عظيمه ورساله مقدسه ورائعه، مش كده ولا ايه؟ كلنا عارفين كده. انما ضرب بقى وبتاع وحاجات زي كده لا، خلصونا من الحكايه دي ارجوكم. اللي مش قادر يؤدي مهامه في مهنته يسيبها، لانه المهنه تتطلب مواصفات، المهنه تتطلب مواصفات يا سيدي. اذا ما كانش عندك هذه المواصفات شيل ده من ده يرتاح ده عنده. احنا مش عايزين منك حاجه، مش طالبين منك حاجه، اقعد في بيتكو، اقعد في بيتكو وجرب بقى تضرب عيالي جوزك هيطلقك. يعني هنعمل ايه طيب؟ يعني ما ينفعش كده الكلام دوت، ما ينفعش. وبعدين في ناس تقول لك اصل العيال ما تجيش غير بالضرب. ايوه ايوه، قول زي ما انت عايز، لكن احنا سميناها، اتفقنا كمجتمع انها اسمها التربيه والتعليم. نربي التربيه مش بالضرب. لا يا عم بالضرب، اصله في ناس قالت كده وفي كلام كده وفي كلام. لا استنى بس شويه، اللي بنوا العالم كله، العالم المتحضر المتنور، التكنولوجيا اللي شفناه مع عصام حجي دنيا تانية، ضربوا صاروخ 500 مليون كيلو 10 سنين ماشي. ايه يا عم ده؟ ايه ده الدنيا دي؟ دي دنيا تانية خالص. العيال دول اتضربوا وما بيتعلموا؟ لا ما حدش ضربه. قال امال طلعوا شاطرين كده ازاي؟ لانهم علموهم، ربوهم وعلموهم، لا ضرب ولا جلد ولا حاجه. يبقى اذا كل كلام يتقال عن ان لازم نضرب العيال ده كلام مش صح. ليه؟ عشان نطبق حاجه تانية في الدنيا ومشيت ونجحت وعملت عالم قوي جدا عظيم جدا متقدم جدا نفسنا نبقى ربعه. الله، مش هنفكر؟ ما نفكر. انت رايك اضرب الواد؟ ايوه يا سيدي، بس فكر الناس بره عملت ايه عشان نشوف الواد ده يطلع كويس، عشان الواد ده يطلع كويس، عشان الدنيا تتغير. ابوس ايديك وفكروا معايا. احنا مش بنصنع زي ما قال عصام حجي وغيره وغيره، مش بنعمل العجله يا جدعان، هي معموله، الدنيا موجوده والتجارب موجوده والدنيا متقدمه. هاتولي دوله تقدم بتضرب عيالها في مدارس،
عايز من الأستاذة الفضيلة الأبلة اللي ضربت الولد حسني ده تجيب لي دولة متقدمة ضربت العيال في المدارس. معلش. طيب آخر تقرير بقى عشان نبدأ بقى نستقبل ضيوفنا عشان خاطر نستقبل شيخنا خالد الجندي. ما